ما الانترنت عندك انه معلق؟ مفصول. صح ذكرتني، بكره بدفع مع المي والكهرباء، اعمل لفه فواتير. وين احمد؟ ايش فيه؟ انت ما ايش فيه؟ ايش فيه؟ يا زلمة ما اقدمك، رجعتنا للحصر الحجري، وضل حدا يعمل لفة فواتير. يعني طب كيف المفروض الواحد يدفع فواتيره؟ يا نديم بكل بساطة، تفتح أب بنك الاتحاد بتلاقي كل فواتيرك قدامك، كبسة واحدة شو صار دفعتهم كلهم. بس بس وبحكي من زمان يا زلمة، هلا جاي تحكي؟ والله يا حبيبي. اوه ده وين التليفون؟ بوم تليفون ملح ملح كمان. ما ترجع للعصر الحجري، ادفع كل فواتيرك من موبايلك بكبسة واحدة، واحفظها عشان نذكرك فيها في وقت استحقاقها، وابعت حوالات مالية مع وسترن يونيون لأي مكان في العالم، كل هذا عن طريق تطبيق بنك الاتحاد.